تلاميذ سنة ثانية ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثاني في مادة اللغة العربية، سنقوم بحله معا. لدينا النص: في عطلة الربيع نظمت مدرستنا رحلة نحو غابة تيكجدا. حزمنا أمتعتنا وصعدنا إلى الحافلة. جلس كل واحد في مكانه، ثم قامت المعلمة وقالت: صباح الخير يا أطفال، سنذهب في نزهة إلى غابة تيكجدا. أتمنى أن تقضوا وقتا ممتعا، لكن حذاري أن تبتعدوا كثيرا في الغابة، والتزموا بالتوصيات. نشرح النص: في عطلة الربيع، التلاميذ كانوا في عطلة، نظمت المدرسة رحلة إلى غابة اسمها تيكجدا، أو تقع في تيكجدا. حزمنا أمتعتنا وصعدنا إلى الحافلة، أخذوا ما يحتاجونه وركبوا الحافلة. جلس كل واحد في مكانه، كل واحد أخذ مكانه. ثم قامت المعلمة وقالت لهم، تحيتهم: صباح الخير يا أطفال. وقالت لهم: سنذهب في نزهة إلى غابة تيكجدا، أي أن سنذهب في رحلة، سنذهب إلى رحلة في رحلة إلى الغابة. أتمنى أن تقضوا وقتا ممتعا، نتمنى أن نستمتع بهذا الوقت أو بهذه الرحلة. لكن حذرتهم، قالت لهم أن لا يبتعدوا كثيرا في الغابة، تحذير، وأن يلتزموا بالتوصيات. نقوم الآن بالإجابة على الأسئلة حول النص. هات عنوانا مناسب للنص. المطلوب هو إيجاد عنوان للنص. عنوان النص نبحث عليه في النص، غالبية الأحيان يكون في السطر الأول. نبحث عن عنوان النص في السطر الأول. في عطلة الربيع، عطلة الربيع، يمكن أن نختار عنوان النص عطلة الربيع. نظمت مدرستنا رحلة نحو غابة تيكجدا، رحلة نحو غابة تيكجدا. إما أن نختار عنوان النص عطلة الربيع أو رحلة نحو غابة تيكجدا. نبحث في السطر الأول نجد عبارة كاملة عطلة الربيع. نختار مثلا عنوان النص عطلة الربيع. يمكن أن تجدوا عناوين أخرى. نواصل. مما حذرت المعلمة تلاميذها؟ المعلمة حذرت تلاميذها، من ماذا حذرتهم؟ نبحث دائما أسئلة حول النص. نرجع إلى النص. في عطلة الربيع نظمت مدرستنا رحلة نحو غابة تيكجدا، حزمنا أمتعتنا وصعدنا إلى الحافلة. جلس كل واحد في مكانه، ثم قامت المعلمة وقالت: صباح الخير يا أطفال. هل هذا تحذير؟ ليس تحذير. سنذهب في نزهة إلى غابة تيكجدا، أتمنى أن تقضوا وقتا ممتعا، ليس بتحذير، لكن حذاري، هذا هو التحذير، حذاري أن تبتعدوا كثيرا في الغابة والتزموا بالتوصيات. إذن حذرت المعلمة تلاميذها بأن لا يبتعدوا كثيرا في الغابة. يجرب: حذرت المعلمة تلاميذها من أن التلاميذ، نقولوش يبتعدوا، التلاميذ يبتعدوا كثيرا، يبتعدوا كثيرا في الغابة. حذرت المعلمة تلاميذها من أن يبتعدوا كثيرا في الغابة، هذا تحذير. ثالثا، أصل بين كلمة وضدها، بين الكلمة وضدها. لدينا كلمات: صعد، ابتعد، كثيرا. لدينا كلمة أخرى: قليل، نزل، اقترب. صعد، مثل صعد إلى الحافلة، صعد السلم. ضدها، أحسنتم، نزل، صعد إلى الحافلة، نزل من الحافلة. ونربط كل كلمة مع ضدها. ابتعد، ابتعد الشيء، ذهب بعيدا، ابتعد. ضدها، أحسنتم، اقترب، بعد، قرب. شيء بعيد ضده قريب.
ثالثا كثير، عندنا كثير من هذا الشيء، ضده أحسنتم قليل. مراجع. صعد ضدها نزل، ابتعد اقترب، كثير قليل. ننتقل إلى حول اللغة. أكمل الآن. هو لدينا الضمائر، هو يجلس، هي، هما، هم، هن. هو يجلس، هو مذكر غائب، هو يجلس. هي أحسنتم تجلس، هي مؤنث. هما مثنى، أحسنتم يجلسان. هم جيد يجلسون، جمع مذكر يجلسون. هن جمع المؤنث يجلسن. نراجع. هو يجلس، هي تجلس، هما يجلسان، هم يجلسون، هن يجلسن. نواصل. اكتب جملا على هذا المنوال. لدينا مثال: الغابة جميلة. منوال: ما أجمل الغابة. علامة التعجب. نفس الشيء نقوم به بالنسبة للجملتين اللي عطاوها منا. الغابة جميلة، ما أجمل الغابة. الجبل، لاحظ أن الضمة وهنا ضمتين. الجبل بعيد، نكتب ما. جميلة أصبحت أجمل، جميلة أجمل. بعيد أحسنتم أبعد. هنا ترجع فتحة. ما أبعد الجبل. جبل لا، فتحة فتحة كما مطلوب منا، فتحة فتحة. هنا ننسى علامة التعجب. الجبل بعيد، ما أبعد الجبل. الطريق طويل، نكتب ما. الطريق طويل. لأن جميلة ما أجمل، بعيد ما أبعد، طويل جيد ما أطول. ما أطول الطريق، فتحة في الآخر علامة التعجب. الغابة جميلة، ما أجمل الغابة. الجبل بعيد، ما أبعد الجبل. والطريق طويل، ما أطول الطريق. نتابع. أصنف داخل الجدول الكلمات التالية. لدينا الربيع، المعلمة، الغابة، النزهة. المطلوب في الجدول لدينا القمرية والشمسية. إذا وجدنا القمرية نكتبها فوق، الشمسية تحت. هنا لما نقرأ الربيع، ما كاينش شدة، الربيع، هذا اللام لا نقرأه، الربيع، إذن شمسية دائما فيها الشدة، الربيع. هنا كيف نقرأ؟ نقرأها المعلمة، المعلمة، أحسنتم، قمرية. هنا كيف نقرأها؟ الغابة، وليس الغابة، الغابة، إذن هي قمرية، دائما قمرية فيها السكون، الغابة. هنا النزهة وليس النزهة، النزهة شدة، النزهة شمسية، الشمسية دائما فيها الشدة، القمرية فيها اللام فيها السكون. لدينا القمرية المعلمة الغابة، الشمسية الربيع النزهة. إنتاج كتابي. أكمل بناء الفقرة بهذه الكلمات. لدينا كلمات نضعها في هذه الفقرة: المكانة، الجميلة، تعبنا، كبيرة، الحافلة، نطارد. انطلقت بنا حتى بلغنا. انطلقت بنا، أحسنتم، الحافلة. حتى بلغنا، حتى وصلنا، جيد، المكانة. افترشنا بساطا،
وضعنا عليه أدواتنا وانطلقنا. الفراشات تارة، ماذا نفعل الفراشات؟ نطارد الفراشات، نجري وراء الفراشات، نطارد الفراشات تارة ونستمتع بالمناظر. كيف هي المناظر؟ مناظر، أحسنتم، الجميلة. تارة أخرى حتى، فجلسنا، حتى جيد، تعبنا، فجلسنا تحت شجرة جيد كبيرة وتناولنا غداءنا هناك، شجرة جيد كبيرة. نريد قراءة الفقرة حتى نتأكد. انطلقت بنا الحافلة حتى بلغنا المكان، افترشنا بساطا.